السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ بإذن الله محاضرتنا الخامسة، وكنا في المحاضرة الرابعة تحدثنا في آخر الموضوعات عن الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة، وذكرنا أن هي أربعة أركان: الركن الأول الرضا، والركن الثاني المحل، والركن الثالث الأهلية، والركن الرابع السبب. نريد أن نبدأ حديث في هذه المحاضرة عن الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة، وأوضحنا أنها تسمى أركان موضوعية خاصة بسبب أنها يختص بها عقد الشركة دون العقود الأخرى. تسمى أركان موضوعية خاصة لأنها توجد في عقد الشركة دون العقود الأخرى، وهذه الأركان وردت في تعريف الشركة في المادة الثانية من نظام الشركات. هي عندما تم تعريف الشركة على أنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، وهذه نستمد منها الركن الأول هو تعدد الشركاء عليكم السلام، من أجل المساهمة في مشروع عن طريق تقديم حصة من مال أو عمل، وهذا المستمد منها الركن الثاني تقديم الحصة. من أجل المساهمة في مشروع نستمد منها الركن الثالث اللي هو نية المشاركة واقتسام ما قد ينشأ من هذا العمل من ربح أو خسارة. إذن هذه هي الأركان الموضوعية الخاصة الأربعة لعقد الشركة: الركن الأول تعدد الشركاء، والركن الثاني تقديم الحصة، والركن الثالث نية المشاركة، والركن الرابع اقتسام الأرباح والخسائر. نبدأ نتحدث عن أي ركن من هذه الأركان بشيء من التفصيل، لأن هذه الأركان وردت في هذا التعريف: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان، هذا هو الركن الأول، بأن يساهم كل منه في مشروع، هذا هو ركن نية المشاركة، في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، هذا هو الركن الثاني بتقديم الحصة، واقتسام ما ينشأ من المشروع من ربح أو خسارة، وهذا هو الركن الرابع. الركن الأول تعدد الشركاء. من هذا الركن نحن نقول أقل تعريف الشركة على أنها عقد، وأقل عدد للشركاء لتكوين العقد شريكين. إذن أقل عدد لتكوين الشركة لابد أن يكون شخصان أو أكثر، ووضحنا على أن هنالك استثناء ورد في النظام أنه يجوز أن يتم تكوين الشركة من شخص واحد، لكن هذه حالة استثنائية، وفي الحالة الاستثنائية تم تحديد الشركات التي يتم تكوينها من شخص واحد اللي هي شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة. هذا هو الحد الأدنى للشركاء، لم يرد حد أقصى للشركاء إلا في شركة واحدة اللي هي شركة ذات المسؤولية المحدودة. شركة ذات المسؤولية المحدودة النظام حدد أن أقصى عدد للشركاء فيها يجب أن لا يتجاوز 50 شريك. إذن من هذا الركن نخلص إلى الآتي: أن أقل عدد للشركاء 2، واستثناء أن يجوز أن يتم تكوين شركة من شخص واحد في حالة شركة المساهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأقصى عدد للشركاء لم يحدد إلا في شركة واحدة هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأقصى عدد للشركاء في 50 شريك. الركن الثاني تقديم الحصة، والحصة بتمثل المساهمة المالية التي تقدم لتكوين رأس مال الشركة.
والحصص هذه تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحصة نقدية، والقسم الثاني حصة عينية، والقسم الثالث حصة بالعمل. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الحصة، إما أن تكون حصة نقدية أو حصة عينية أو حصة بالعمل. نبدأ نتحدث ابتداء عن الحصة النقدية. الحصة النقدية هي عبارة عن المبالغ المالية التي تقدم نقدا لتكوين رأس مال الشركة، ومساهمة كل شريك في رأس مال الشركة نقدا في الأصل يجب أن يتم دفعها كاش أو نقدا عند تأسيس الشركة، إلا أنه استثناء يجوز أن يتم دفعها على سبيل التجزية، وفي حالة الاتفاق على دفعها مجزأ يجب أن يدفع الشريك على الأقل 25% من قيمة حصته عند التأسيس. ويصبح ما تبقى من هذه الحصة دينا في ذمة الشريك لصالح الشركة. ولما نقول دين بمعنى أن الشركة تتفق مع الشريك على مواعيد سداد هذا الدين، أي ما تبقى من هذه الحصة، وفي حالة عدم سدادها في الزمان المتفق عليه تستطيع الشركة أن تطالبه بسدادها وأن تستوفيه بالإجراءات النظامية المتفق عليها في النظام. يمنح الشريك مقابل الحصة النقدية أسهم في رأس مال الشركة، ويسمح له بأن يتحصل على الأرباح التي تقابل حصته في رأس مال الشركة، ويسمح له وفقا لضوابط محددة بدخول عضوية مجلس إدارة الشركة، وفي حال تصفية الشركة يحق له أن يسترد قيمة الحصة التي قدمها عند تأسيس الشركة. النوع الثاني من الحصص هي الحصة العينية، والحصة العينية هي عبارة عن مال، إلا أنه ليس مالا نقديا، قد يكون عقار أو قد يكون مال منقول، والعقار مثل الأرض. وأهم أحكام الحصة العينية أنه عند تقديمها لتكوين رأس مال الشركة يجب أن يتم تقدير قيمتها، يعني إذا كانت مثلا أرض أو بناية يجب أن يتم تقدير القيمة بتاعت هذه الحصة العينية بواسطة خبراء أو مقومين معتمدين، ترسل إليهم الحصة أو المستندات التي تثبتها، ومن ثم يتلقى مجلس الإدارة أو المؤسسين يتلقوا تقدير هذه الحصة العينية وتكتب. والحصة العينية إما أن يتم تقديمها على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع. عندما تقدم على سبيل التمليك الحصة العينية تنتقل من اسم الشريك من ذمة الشريك وتدخل في ذمة الشركة وكأنها عقد بيع. يعني مثلا أنت لديك بناية أردت أن تساهم بهذه البناية في رأس مال الشركة، بتنتقل هذه البناية من ذمتك المالية إلى الذمة المالية للشركة وكأنه يصبح عقد بيع. وفي هذه الحالة عند تصفية الشركة لا يستطيع الشريك أن يطالب طالب بأصل حصته العينية، وإنما يطالب بقيمتها التي تم تقويمها عند تقديمها لرأس مال الشركة. أما الحالة الثانية عندما تقدم الحصة العينية على سبيل الانتفاع، ففي هذه الحالة تبقى في ذمة الشريك وتنتفع منها الشركة في حالة حياتها. وإذا انقضت الشركة في هذه الحالة وكانت الحصة العينية موجودة يتم رد الحصة إلى صاحبها، وكأن العلاقة بينهم تصبح علاقة إيجار في هذه الحالة. أيضا قد تكون الحصة العينية في شكل أموال عينية معنوية مثل الأوراق التجارية، براءة الاختراع، العلامات التجارية والمحل التجاري ورسوم النماذج الصناعية وغيرها من الأحكام وغيرها من الأموال
العينية المعنوية المختصرة، يعني المال العيني إما أن يكون مادي مثل البناية، وإما أن يكون معنوي، يعني مثلا العلامة التجارية مال لكنها مال معنوي لأنه ليس مالا محسوسا بهذا المقام. هذه أحكام الحصة العينية التي تحدثنا عنها. النوع الثالث من الحصص هو الحصة بالعمل. يجوز للشريك أن يشارك في رأس مال الشركة بجهده وعمله، لا يقدم مالا نقديا أو مالا عينيا لكنه يساهم بعمله. والعمل الذي نعنيه في هذا المقام هو العمل الفني، أي لا يسمح له بأن يقدم عدم عمل يدوي، ولا يسمح له بأن يقدم نفوذ، ولا يسمح له بأن يقدم علاقات أو أي نوع من أنواع السلطة. هذه لا تعتبر عملا. العمل الذي نعنيه عمل فني، يعني يكون إداري ناجح، يكون مهندس متميز، يكون محاسب شاطر في مجاله. الشركة ترى أنه ترى أنها إذا استقطبته للعمل في جانبها تستطيع أن تحقق نجاحات. إذا في هذه الحالة نستطيع أن نقول أن العمل الذي يقدم لرأس مال الشركة يعتبر عمل فني وليس عمل يدوي وليس علاقات وليس نفوذ وليس سلطة. والحصة بالعمل هي الحصة الوحيدة التي لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة. الحصة النقدية تدخل في التكوين، الحصة العينية تدخل في التكوين، لكن الحصة بالعمل لا تدخل. لأنه يا جماعة رأس المال يدخل فيه ما هو مال، لكن العمل ليس مالا. العمل يعتبر مال بما يؤول إليه، بما ينتج عنه، فلذلك لا يدخل في تكوين رأس المال. لذلك نقول أن صاحب الحصة بالعمل يتفق معه على نسبة من الأرباح أو بأي اتفاق مالي آخر. وإذا خسرت الشركة لا يتحمل مع الشركاء نسبة من الخسارة، لأنه في الأصل قد خسر وقته. يعني طالما هو بداوي في الشركة طوال هذه الفترة وفي نهاية العام المالي الشركة لم تحقق نجاح، يكون قد خسر جهده ووقته، فلذلك لا يتحمل خسارة مع بقية الشركاء في هذا الحال. لكن إذا حققت الشركة أرباح يأخذ نصيبه من الأرباح المتفق عليه. الركن الثالث هو نية المشاركة. ونية المشاركة بنعني بها انصراف نية الشركاء إلى التعاون بطريقة إيجابية وعلى قدم المساواة فيما بينهم بغية تحقيق قرض الشركة. أي لا تكتفي بأن تقدم حصتك في رأس مال الشركة وتكتفي بذلك، لا، تقدم حصتك ويكون عندك الاستعداد على المساهمة مع بقية الشركاء بجهدك بفكرك بعملك في سبيل تحقيق قرض الشركة. هذا هو الذي يميز الشريك في الشركة عن بقية الأموال الأخرى. في بعض الأشخاص تكون عندهم أموال موجودة على الشيوع. على الشيوع بمعنى أننا لا نستطيع أن نحدد نصيب هذا من نصيب ذاك. هنا لا توجد نية المشاركة. ليه؟ لأنه ما في عمل مشترك لتحقيق الغرض من أجله تم تجميع هذه الأموال. أما في حالة الشركة عندما تتجمع الأموال ويكون الشريك قد قدم ماله الرأس مال الشركة بغية السعي لتحقيق غرضها، ففي هذه الحالة نقول أن ركن نية المشاركة متوافر في هذا الجانب. الركن الرابع اقتسام الأرباح والخسائر، وهذا ركن من الأركان الموضوعية الخاصة اللازمة، لأن نص المادة كان صريحا بأن يتعين على الشركاء اقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم، وهذا شرط يجب أن يكون موجودا ومتوافرا. واقتسام الأرباح والخسائر بميز الشركة عن بقية الجمعيات الأخرى سواء كانت الخيرية أو الطوعية أو الدينية، لأن تلك الجمعيات أصلا لا يكون هدفها الربح،
لذلك الشركاء يساهمون في رأس مالها ولا ينتظرون أرباح يقتسمونها أو يتحملون خسائر. فوجود ركن اقتسام الأرباح والخسائر لازم لقيام الشركة بأحكامها المعروفة. واقتسام الأرباح والخسائر عادة ما يتم الاتفاق عليه في عقد تأسيس الشركة، وما تم الاتفاق عليه بين الشركاء يعتبر لازم. وإن لم يكن هنالك نص للاتفاق بنرجع لنظام الشركات، وفيه يتم تحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر، وغالبا ما يتم توزيعها وفقا لحصص الشركاء في رأس مال الشركة. وفي كل الأحوال يجب أن لا يتضمن عقد الشركة شرطا من شروط الأسد يتعلق باقتسام الأرباح والخسائر. وشروط الأسد نقصد بها أن يتم مثلا إعفاء أحد الشركاء من الخسارة، هذا شرط من شروط الأسد، أو أن يتم حرمان أحد الشركاء من الأرباح، هذا شرط من شروط الأسد، أو أن يتم اقتطاع نسبة محددة من الأرباح لأحد الشركاء قبل توزيعها، وأيضا هذا شرط من شروط الأسد لا يعتد به. وشروط الأسد هذه أصلا هي قصة في الأدب العربي، يقال أن هنالك أسد والثعلب والذئب قد خرجوا للصيد، اصطادوا ثلاث حيوانات ومن ثم جلسوا لاقتسامها. الأسد أشار إلى الذئب بتوزيعها، فالذئب وزعها بالتساوي، واحدة للأكبر الصيد للأسد، وبعدها إلى الذئب، وبعدها إلى الثعلب. الأسد لم تعجبه هذه القسمة وراح ضاربا الذئب، من ثم قال للثعلب وزع بيننا هذه القناعين. الثعلب لقد أدرك المكيدة وعلى طول قال للأسد هذا لفطورك وهذا لقداك وهذا العشاء، أعطى جميع القنائم للأسد. فمن يومها صارت قصة أن هذه هي قسمة الأسد، يعني أخذ كل القنائم وترك البقية دون نصيب من هذه القنائم. لذلك شرح القانون التجاري أدخلوها ليس كقصة وإنما واحدة من الأحكام، أن اقتسام الأرباح والخسائر في أي شركة من الشركات التجارية إذا تضمن شرطا من شروط الأسد يكون هذا الشرط باطلا والعقد صحيح. يعني قالوا واحد من الشركاء لا يتحمل الخسارة، وإذا ربحت الشركة يأخذ نصيبه من الأرباح، هذا شرط من شروط الأسد، نقول لهم أن هذا الشرط باطل وعقد بقية عقد الشركة صحيح. أو يقولوا أن واحد من الشركاء إذا الشركة خسرت يتحمل الخسارة لكنه لا يأخذ نصيبه من الأرباح، نقول أن هذا شرط من شروط الأسد، يعتبر هذا الشرط باطل والعقد صحيح. إذن هذه هي الأركان الموضوعية العامة الخاصة الأربعة لعقد الشركة. هنالك أركان أخرى تسمى أركان شكلية، وهي أركان نص عليها نظام الشركة في المادة 12، وهما ركنان. الركن الأول كتابة عقد الشركة، وجاء النص عليه كالآتي: باستثناء شركة المحاصة يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوبا وموثقا من الجهة المختصة بالتوثيق، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا. إذن نحن وقبيل قلنا عندنا خمسة أشكال من الشركات: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة. أربعة من هذه الشركات النظام قال إنه يجب أن يكون عقد تأسيسها مكتوبا وموثقا، ما عدا شركة واحدة هي شركة المحاصة، النظام لم يطلب كتابة عقد تأسيسها. والكتابة التي نعنيها يجب أن تكون أمام كاتب عدل أو شخص مرخص له من قبل السلطات المختصة بكتابة وتوثيق العقود. إذن هذا شرط ركن شكلي مطلوب لصحة العقد، يجب أن يكون مكتوبا بهذه الأشياء.
وإن لم يكن لم يكتب العقد بهذا المستوى يكون عقد الشركة باطلا. أنواع الكتابة لا نعني بها عملية البرينت اللي بتتم أمام الحاسوب، لا، يجب أن تتم أمام جهة مختصة ويكون كل الشركاء موجودين ويطلعوا على العقد ومن ثم يوقعوا أمامه، بعد ذلك يتم توثيق العقد من قبل السلطة المختصة. لذلك نقول أن شرط الكتابة يعتبر شرطا لازما لنفاذ عقد الشركة في مواجهة الغير. يعني عشان نحتج بعقد الشركة في مواجهة الغير لابد أن يكون هذا العقد مكتوبا. لكن فيما بين الشركاء العقد يكون نافذ حتى وإن لم يكتب، يعني فيما بينكم كشركاء العقد ملزم لكم حتى وإن لم يكن هذا العقد مكتوبا. الركن الشكلي الثاني هو شهر العقد، والشهر نعني به إعلام الغير بعقد التأسيس والنظام. يعني لما نقول أننا شهرنا عقد تأسيس الشركة ذلك يعني أننا أعلننا على الملأ، أعلننا على الكافة على أن هنالك شركة قد تم كتابة عقد تأسيسها وأن هنالك شركة قد تم نظامها وأصبحت صحيحة. كل الشركات يجب أن يتم شهر عقد تأسيسها ما عدا شركة المحاصة، لأن شركة المحاصة أصلا لم يكتب لها عقد تأسيس وبالتالي لا نطالب بكتابة بشهر العقد. ونضيف على ذلك على أن أي تعديل يطرأ على عقد تأسيس الشركة يجب أن يتم شهره أيضا، والشهر يتم عن طريق نشر عقد التأسيس في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار، والشركة هي التي تتحمل التكلفة لمقابل هذا الشهر. طبعا العقد يتضمن كل التفاصيل، تضمن اسم الشركة، نظام، غرض الشركة، رأس مال الشركة، من هم الشركاء، أين مقر الشركة، وهكذا متى يبدأ عامها المالي ومتى ينتهي. وعقد التأسيس عندما يتم نشره في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار يصبح هذا العقد للعامة، يستطيع أي شخص أن يطلع على هذا العقد وعلى ويتعرف على المركز المالي والقانوني بالنسبة للشركة. وأي بيانات يتم نشرها في عقد التأسيس تعتبر حجة للشركة كما أنها حجة عليها. نحن اتحدثنا عن أركان موضوعية عامة وقلنا يجب وجودها لكي يكون عقد الشركة صحيحا، وتحدثنا عن أركان موضوعية خاصة واشترطنا أيضا وجودها لكي يصبح عقد الشركة صحيحا، ثم تحدثنا عن الأركان الشكلية والتي وضح النظام عدم استيفائها يؤدي إلى بطلان العقد. نريد أن نتحدث عن الأثر الذي يترتب على تخلف أي ركن من الأركان الموضوعية العامة أو الخاصة أو الشكلية. النظام يقول أن تخلف أي ركن من هذه الأركان يؤدي إلى بطلان عقد الشركة. وعندما يصدر قرار البطلان لا يسري بأثر رجعي، أي أنه يسري من تاريخ صدوره إلى المستقبل ولا يسري بأثر رجع. مثلا صدر قرار البطلان اليوم 1/6/1440 هجرية، والشركة تم تأسيسها 1/1/1440 هجرية. قرار البطلان يسري هذا من 1/6/2/6/3/6/4/6، لا يسري بأثر رجع. بطلان الشركة تم تقسيمه إلى قسمين، بطلان مطلق وبطلان نسبي. البطلان المطلق يعرف على أنه هو البطلان الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلغاء نفسها ولا تصححه الإجازة. بطلان المطلق يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، يعني أي شخص عنده مصلحة في أن يعلن أن هذه الشركة باطلة من حقه أن يتمسك بإعلان بطلان هذه الشركة، والأكثر من ذلك تقضي به المحكمة من تلغاء نفسها،
أجماع عادة المحاكم لا تقضي بشيء إلا إذا طلب منها، بل أكثر من ذلك لا تقضي إلا في حدود ما طلب منها، لكن في حالة بطلان الشركة بطلانا مطلقا تقضي به حتى وإن لم يطلب منها، لأن ذلك متعلقا بالنظام العام. أيضا لا تصححه الإجازة، يعني الشخص اللي بطل العقد بسببه إذا قال أنا تنازلت عن حقي واترك الشركة فاستمر، هذا لا يجوز. طيب متى تكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا؟ إذا عدم الرضا. الرضا واحد من الأركان الموضوعية العامة، إذا كان الأطراف لم يكونوا راضين بعقد تأسيس الشركة وثبت ذلك يكون عقد الشركة باطل عقدها. أو الأهلية، يعني واحد من الشركاء كان منعدم الأهلية، ما عنده أهلية أصلا، يعني كان أقل من 18 أو كان فاقدا التمييز في هذه الحالة وقت العقد، يعني لحظة توقيع عنه. أو إذا كان محل الشركة أو سببها غير مشروع، إذا عدمت الأركان الموضوعية العامة الأربعة يكون عقد الشركة باطلا مطلقا مطلقا، الرضا والأهلية والمحل والسبب. بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الخاصة، إنه ما تم تقديم حصة في رأس المال، وشركة من غير رأس مال لا تساوي شيء. أو الشركاء كانوا أقل من 2 في شركة يطلب أن يكون فيها 2، كان شريك واحد، هذا لا يجوز. أو إذا كان انعدمت نية المشاركة أيضا، في هذه الحالة لا يجوز أن يكون عقد الشركة صحيحا، هذا البطلان المطلق. هناك نوع آخر من البطلان يسمى البطلان النسبي، والبطلان النسبي يعتبر عكسي تماما لما ورد في تعريف البطلان المطلق، فيعرض على أنه البطلان الذي لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلغاء نفسها، وتصححه الإجازة الصريحة أو الضمنية. عرف البطلان النسبي على أنه هو البطلان الذي لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته، بمعنى في المطلق كنا بنقول أي صاحب مصلحة يستطيع أن يتمسك بالبطلان المطلق، هنا لا، يعني أي شخص هناك يستطيع أن يتمسك بالبطلان المطلق، هنا لا، الشخص الذي شرع البطلان لمصلحته هو الذي يحق له أن يتمسك بالبطلان المطلق. والمحكمة لا تقضي به إلا إذا طلب منها، وتصححه الإجازة الصريحة أو الضمنية. هذا أخف عما كان في البطلان المطلق. طيب متى تكون الشركة باطلة بطلانا نسبيا؟ إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية وقت العقد، مش من عدم الأهلية، لا، كان ناقص الأهلية وقت العقد، ففي هذه الحالة إذا اكتملت أهليته يخير أن الشركة هذه باطلة في حق بطلانا نسبيا. ماذا ترى؟ إذا رأى بعد أن اكتملت أهليته يجيز ما وقع عليه سابقا، في هذه الحالة يصبح عقد الشركة صحيحا. 2، إذا اعترى رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الإرادة، يعني هو وقع على العقد لكن قال أنا وقعت على هذا العقد تحت التدليس أو تحت الإكراه أو نتيجة قلق، ففي هذه الحالة متى ما زال التدليس أو الإكراه أو القلق وأجاز العقد يصبح العقد صحيحا. إذن البطلان النسبي ببطلان عقد الشركة أو صحة العقد يتوقف على موافقة الطرف الذي من أجله وقع البطلان، بسببه وقع البطلان. بسبب بطلان عقد الشركة وما يترتب على هذا البطلان من آثار وأضرار، شراح القانون التجاري وضعوا نظرية سموها نظرية الشركة الفعلية، لأنه يا جماعة إذا شركة تم تأسيسها في 1،
إذا شركة تم تأسيسها في 1/1440 هجرية، وصدر قرار بطلانها في 1/1446 هجرية. قلنا قبل أن قرار البطلان لا يسري بأثر رجعي، يعني يسري من تاريخ صدوره إلى المستقبل. ذلك يعني أن من 1/1 إلى 1/6 أن هذه الشركة كانت موجودة وتزاول عملها، وأن مزاولتها لهذا العمل أدى إلى أن تترتب حقوق وواجبات بين الغير وهذه الشركة، وأن هذه الشركة قد قامت بتعيين عمال موظفين مختصين في مجالها فإذا إذا قلنا بأن البطلان يسري من تاريخ تأسيس الشركة يتضرر هؤلاء الأشخاص. لذلك اعتبرت الفترة من تأسيس الشركة إلى صدور قرار البطلان أن هنالك شركة فعلية موجودة، بشرط أن تكون قد زاولت عملها، وأن كل تصرفاتها في هذه الحالة يعتد بها، وعلى الشركة أن توفي بالتزاماتها تجاه الغير خلال هذه الفترة حتى لا يتضرر الغير الذين تعاملوا مع هذه الشركة بحسن نية. الحمد لله. عندما يكتمل تأسيس الشركة وعندما يكتب عقد تأسيسها ونظامها ويتم شهر الشركة وفقا للإجراءات النظامية المطلوبة، ويتم قيد الشركة في السجل التجاري، تكتسب الشركة ما يسمى بالشخصية الاعتبارية. والشخصية الاعتبارية هي شخصية قانونية يتم تأسيسها بواسطة أشخاص طبيعيون من أجل القيام بعمل محدد. فلذلك نقول الشركة شخص طبيعي، المنظمة شخص طبيعي، الشركة شخص اعتباري، المنظمة شخص اعتباري، الهيئة، المؤسسة، جميعها تعتبر أشخاص طبيعيين اعتباريون، بتسمى شخصية اعتبارية أو شخصية معنوية. فالشركة لذلك تسمى شخصية اعتبارية أو شخصية معنوية بيتم تأسيسها بواسطة أشخاص طبيعيون من أجل القيام بنشاط محدد. هذا النشاط قد يكون النادي، قد يكون العمل في المصارف، قد يكون العمل في الصرافة، قد يكون العمل في مجال البناء والتشييد وغيرها من الأعمال المختلفة. لذلك نظام الشركات اعترف بأن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية. جميع الشركات ما عدا شركة المحاصرة، لاحظ أن شركة المحاصرة وردت الآن في 3 استثناءات: لا يجوز كتابة عقد تأسيسها، ولا يتم شهرها، ولا تكتسب الشخصية المعنوية أو الاعتبارية. والشركة تكتسب الشخصية المعنوية أو الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري. إذن هذه جزئية مهمة لدينا، أن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية أو الاعتبارية متى؟ بعد قيدها في السجل التجاري. وجميع الشركات تكتسب الشخصية المعنوية أو الاعتبارية ما عدا شركة المحاصرة. بمجرد أن تكتسب الشركة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية يترتب على هذا الاكتساب عدد من الآثار. من ضمن هذه الآثار الاسم، الشركة بعد ذلك يكون عندها اسم، كما الشخص الطبيعي عنده اسم الشركة عندها اسم. وهنالك ضوابط لاختيار اسم الشركة. أول هذه الضوابط
أن لا يكون منافيا للآداب، النظام العام والآداب، وأن لا يوحي بأنه ينتمي إلى جهة رسمية إلى الدولة، وأن لا يكون مطابقا لإسم شركة أخرى تعمل في ذات الاختصاص. وفي حالة شركات الأشخاص اسم الشركة يكون مستمد من اسم واحد أو أكثر من الشركاء مضافا إليه ما يدل على أنه شركة، مثل أحمد وشركاؤه، أحمد وإخوانه، أحمد وأبنائه، وهكذا. أما إذا كانت من شركات الأموال فاسمها يستمد من غرضها، مثل الشركة السعودية للأسمنت. وإذا كانت من الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يضاف إلى اسمها أنها شركة ذات مسؤولية محدودة. يرفع الاسم للسلطات المختصة في إدارة السجل التجاري لفحصه وللتأكد من استيفائه للشروط المعنية، فإذا تأكد أنه مستوفي للشروط المعنية يتم قيدها، ويا وإلا تم إرجاع الاسم للبحث عن اسم آخر وتوضيح السبب للرفض. الأثر الثاني من آثار اكتساب الشركة للشخصية المعنوية أو الاعتبارية الذمة المالية. الشركة عندما يتم تأسيسها وقيدها في السجل التجاري تكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للشركاء. الذمة المالية نحن عرفناها على أنها هي مجموع مال الشخص من حقوق والتزامات مالية حالية أو مستقبلية. يعني الآن الشركة تمتلك كم في حسابها، هذا جزء من ذمتها المالية. الشركة كم عليها من ديون والتزامات ورواتب وتجاه موظفيها، هذا جزء من ذمتها المالية. ذمة المالية للشركة في حالة شركات الأموال تكون مستقلة عن الذمة المالية للشركاء. يعني في شركات المساهمة الشخص الذي يطلب الشركة مثلا 100,000 ريال لا يستطيع أن يغاضي أحد الشركاء بسداد 100,000 ريال، لأن الشركة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشريك. عشان كده بنقول لا يجوز إجراء مقاصة بين ديون الشركة وحقوق الشركاء في هذا المقام. الأثر الثالث موطن الشركة. الشركة يكون لديها موطن، وموطن الشركة هو المكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي لإدارة الشركة. يعني STC مقرها مدينة الرياض في الموقع الذي يوجد فيه المقر الرئيسي لإدارة الشركة، اللي هو واحد من الأحياء المعروفة في مدينة الرياض، هذا موطنها. وأهمية الموطن بالنسبة للشركة لأنه منه وإليه تصدر التصرفات القانونية النظامية. يعني لو تريد أن ترفع دعوة في مواجهة STC يتعين عليك أن ترفعها في المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن الشركة. أيضا الإعلانات الرسمية للشركة تكون نافذة إذا أرسلت إلى موطنها الرئيسي. رابعا أهلية الشركة. الشركة تكون لديها أهلية، لكن ليست أهلية الشخص الطبيعي. الشخص الطبيعي يكون أهلا لمباشرة أي نوع من أنواع الأعمال، أما الشركة فأهليتها تتمثل في صلاحيتها لتحقيق القرض من أجل تم تأسيسها. يعني شركة تم تأسيسها من أجل أن تعمل في مجال الاتصالات، إذا تكون لديها أهلية متعلقة بهذا العمل ولا تستطيع أن تحيد عنه. تم تأسيسها من أجل أن تعمل في مجال النبي، يكون لديها أهلية لهذا المجال. أثر الخامس هو جنسية الشركة. الشركة أيضا لديها جنسية كما للشخص الطبيعي جنسية، وجنسية الشركة بتتحدد بناء على موطن الشركة وبناء على القانون الذي تم تأسيسها به. يعني الشركة التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية بموجب نظام الشركات السعودي تكون هذه الشركة لديها الجنسية السعودية. وفائدة الجنسية بالنسبة للشركة لأنها تعينها، لأنه من خلال الجنسية نحن نستطيع أن نحدد النظام الذي يطبق على هذه الشركة، نستطيع أن نحدد كيفية تدار الشركة، كيفية تصف الشركة، كيفية توزيع أرباح الشركة من خلال نظام الشركات الناقص في المملكة. الأثر الخامس السادس هو تمثيل الشركة.
وتمثيل الشركة نعني به التعبير عن إرادتها، لأن يا جماعة الشركة شخصي اعتباري لا تستطيع أن تعبر عن إرادتها بنفسها، وإنما تحتاج لشخص طبيعي يعبر عن إرادتها. يعني مثلا الآن نحن بنسمع إنه STC أطلقت باقات جديدة فيها محادثات وفيها إنترنت وغيرها. STC كشخص اعتباري لا تستطيع أن تعبر عن هذه الإرادة، وإنما هنالك شخص يعبر عن هذه عن إرادة هذه الشركة، نحن نسميه ممثل الشركة. قد يكون مديرها، قد يكون أمينها العام، قد يكون عضو منتدب، قد يكون أي واحد من هؤلاء الأعضاء في الشركة يخصص أو يشار إليه على أنه هو ممثل هذه الشركة. أيضا الشركة عندما تدخل في تعاقدات مع جهات أخرى تستطيع من يتفاوض، تحتاج إلى من يتفاوض باسمها، تحتاج إلى من يعبر عن إرادتها في هذه الأحوال. وهنا نحن نسميه تمثيل الشركة أو التعبير عن إرادة الشركة في هذا المقام. هذه هي الجزئية التي أردنا أن نوضحها فيما يتعلق باكتساب الشركة للشخصية المعنوية. بذا نحن نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة التي تحدثنا في بدايتها عن الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة، وذكرنا أنها 4 أركان من تعدد الشركاء وتقديم الحصة ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر. ثم تحدثنا عن الأركان الشكلية وهما ركنان، اللي هو ركن كتابة عقد الشركة، والركن الثاني المتعلق بشخص الشركة. ثم تحدثنا عن البطلان وقسمناه إلى اسمين، بطلان نسبي وبطلان مطلق. ثم بعد ذلك تحدثنا عن اكتساب الشركة للشخصية المعنوية ووضحنا متى تكتسب وما هي الشركة المستثناة. ثم تحدثنا عن الآثار التي تترتب على هذا الاكتساب. قبل أن أخلص أريد أن أنوه لما ذكرته في المحاضرة السابقة أن في المنتدى شرائح متعلقة بالمصطلحات المطلوبة في الاختبار، و4 أنظمة هي أيضا مطلوبة في الاختبار، وموضح فيها على أن نظرية الحق ونظرية القانون لا تدخلان في الاختبار النهائي. إلى أن نلتقي بكم في المحاضرة القادمة في القد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.